كان تواجد فعاليات مهرجان الدولي للمصدر والناس الدورة الثانية مكناس خشبات مساري العالم. فرحانة أننا هنا خرجات متنوعة، دونك توقيعات كتب لقاءات. أنا غادية ما غاديش نديها خمسين، غادي مجموعة ديال الكتب التوزيعية أبيض سفر، كنقدم مجموعات مع فنانين صغار، فنانين خشب الشباب، وأنا عرضت مسرحية ديال نقي الشوك في الإخراج ديالها، مطار برنامج التوطين تيب سوين للمسرح مدينة الخزيمة. كان لقاء جميل مع شباب الخزيمة، وأيضا قمنا بواحد الجولة وطنية ابتداء من المهرجان الوطني للمسرح تطوان، خرجة المشهدية يعني مع لعبنا في الرباط قاعة الباحيني، لعبنا في مدينة سلا الجديدة في إطار التوطين فرقة تيلكوم، الشراكة اللي كتجمعها أيضا مع فرقة ديف سوين للمسرح والموسيقى. ونحن الآن عرضنا البارح في قاعة المانوني، وكان لقاء زوين، وكانت ستاند انوفيشن الجمهور لمدة 5 دقائق وهو يصفق للفرقة. كان واحد التفاعل جميل جدا، تفاعل مع اللغة الأمازيغية، تفاعل مع اللغة المسرحية، التشكيل ديالها المتنوع. شكرا للفنانين اللي تعاملت معهم، سواء الطاقم الفني طارق الريف، حنان باري، أيوب تبي صناعة الفيديو والمابينج، كريم عموم الإمارة، أنوار البيض المؤثرات الصوتية، سعيد أبرموس تأليف النص. شكرا أيضا للممثلين والممثلات شيماء العليلي، سيليا الزياني، إلياس المتوكل، محمد الفقير، سليم بوعتمان. شكرا للإدارة والتسيير لفؤاد البانودي، شكرا للحليم وأحمد سمار اللي قام يعني بتدبير أيضا الجانب ديال التحقيق يعني الغيزي. كان شكرا لرشيد الحكيمة أيضا، شكرا لمحمد الحكوني دائما كيوفر لنا التوثيق، كفرقة تيكسوين حاضرة في القوة كنشكرهم، وشكرا أنهم فهموا وجهة نظري وحاولوا يحطوا بابا خشبة. شكرا.